لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقنية التجفيد تصل إلى المنطقة عبر الشركة السعودية قطاف المستقبل. التجفيد أو التجفيف بالتجميد تقنية تحافظ على جودة ونكهة الأطعمة دون استخدام أي مواد حافظة، وقد تصل صلاحيتها إلى أكثر من 15 سنة. مؤخراً افتتحت قطاف المستقبل مصنعاً باستثمارات تصل إلى 150 مليون ريال لتوطين صناعة الأغذية. الكبسة والقهوة السعودية ضمن منتجات الشركة، وبالتقنية الجديدة يمكن أن ترافق رواد الفضاء في رحلاتهم. الزميل هانس فيون كان زار مصنع قطاف المستقبل وتعرف على منتجاته. في المقطع التالي نشاهد الكبسة والقرصان بتقنية التجفيد ونتابع. طبعا هاني شاطر بتقاريره، بعمل هيك لمسة خاصة. نتابع. أشوف هذه كبسة، نتخيل أنه هذه كبسة. صحيح، هذه كبسة سعودية، وفي هنا عندنا الجريش كذلك، وفي عندنا قرصان، بس ممكن ندوق إياها تجربة لايف، أنه نحط عليها الموية وننتظر فترة دقيقتين ثلاث دقائق وبعدين تقدر تدوقها. هذا كبسة. عندنا كبسة الآن وعندنا قرصان. نعم، القرصان باللحم طبعا وبالخضروات. المواد هذه من يستخدمها أخوي مؤيد؟ هذه تستخدم في أكل رواد الفضاء، في استخدام في الوجبات اللي هي جاهزة للأكل في الجيوش أو في القطاع العسكري، كذلك هي مثلاً تستخدم القطاع الإغاثة، لأن يتم يعني تعليبها بطريقة معينة ويتم استخدامها. والميزة إحنا عندنا هنا في الوجبات إحنا نقدر نأخذ، خلينا نقول الذوق السعودي، نأخذ بحسبان من ناحية الجريش، القرصان. ومن الرياض ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لشركة قطاف مؤيد الجماز. سيد مؤيد، بداية صباح الخير وشكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أريد أسألك أولا، أنتم تحدثتوا هنا عن يعني حفظ هذه الأطعمة 15 سنة ممكن لرحلات الفضاء، ولكن هل هذا يأتي أيضا في موضوع الأمن الغذائي، أنه الآن إحنا مهددين من ناحية الموارد البيئية والموارد الغذائية، هل تأتي هذه الجهود ضمن إطار أيضا الأمن الغذائي؟ يسعد صباحكم، شكرا على استضافتي اليوم. فعلا تقنية التجفيف بالتجميد هي تصب في الأمن الغذائي بشكل مباشر، أول شيء بسبب الاستفادة من الفايض في الإنتاج، من سواء كانت من بعض الخضروات، الفواكه، الوجبات إلى آخر. الشيء الثاني هي تعتبر مكون أو مدخول في سلاسل الإمداد لمصانع الأغذية الأخرى، من ناحية لبعض الخضروات والفواكه، اللحوم، الألبان، نقدر نحفظها بشكل معين وتدخل ضمن كإنجريدينت أو كمكونات أغذية في المنتجات الأخرى. نعم أستاذ مؤيد، يعني هل هناك طريقة لتعليب تلك الأطباق مختلفة عما يحضر لرواد الفضاء؟ ليش بسألك هالسؤال؟ لأن أذكر تماما كنا بناسا قبل هالمرة وأعطوني أكل رواد فضاء، كان موجود عندي آيس كريم ووجبات كانت موجودة بعلبة مغلقة. صحيح. طبعا ما في، خالية من الهواء، يعني مفرغة من الهواء. هل هي تنطبق على عمل الكبسة والمنتجات التي تحضرون؟ بالضبط، هذه نفس الفكرة، الكونسبت، أن تقنية التجفيف بالتجميد تم تطويرها بشكل على نطاق أوسع بالطريقة الحديثة اللي احنا نشوفها اليوم، خاصة في رحلة استكشاف أبولو في ناسا. فتم تطوير التقنية هذه بحيث أنه لأنه يحتاجون رواد الفضاء المنتج الغذائي يكون خفيف الوزن، طويل الصلاحية، محافظ على مكونات الغذائية بشكل كامل من ناحية فيتامينات ومعادن إلى آخره. فتعرف أنه في الرحلات الفضاء لازم تكون الوجبة تكون خفيفة، الأوزان لازم تكون خفيفة وصلاحيتها طويلة. فلما يتم تعليبها بطريقة يتم تغليفها زي ما قلت لكم مفرغة من الهواء، ويكون لها زي الفالف أو الأنبوب في نهاية الكيس. نعم. وبعدين لكي يسهل على رواد الفضاء أنه يستخدمونه بسمح مرور الماء الحار الساخن لها لفترة 5 دقائق 6 دقائق، وبعد كذا يستطيع رائد الفضاء أن يتناولها في محطة الفضاء الدولية. نعم. طيب دكتور، أنا من الأشخاص اللي جدا حذرين باستخدام الأكل اللي ينضاف له مواد حافظة، بتقنية التجفيد هل هي فقط تفريغ الهواء أم يتم إضافة كيميكلز يعني مواد كيماوية حافظة؟
لا 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 ابدا بالمره، ما في اي كيميكلز، بالعكس بالعكس احنا قاعدين نقول انه احنا اليوم تقنيه تجفيف التجميد يعني باختصار انت لما تكون زي قمه ايفرست وتبي المويه تغلي، تغلي المويه على درجه حراره 60 درجه مئويه بسبب انخفاض الضغط الجوي. اللي احنا نعمله اليوم في مصنع قطاف المستقبل، احنا نشيل الضغط تقريبا بشكل كامل، لما نفرغ الضغط تصير درجة الغليان عندنا سالب 20 درجة مئوية بالماينس، فبالتالي خلال هذه الدرجة اللي سالب 20 تتحول المادة الصلبة اللي هي الثلج داخل المكونات الغذائية إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، وبهذه يعطي المنتج أو الوجبات مسامات تكون كبيرة موجودة في المنتج، حافظنا على الطعم والشكل والحجم واللون والرائحة، وحافظنا على كحجم موجود كحجم وكفائدة، لكن كوزن لأن احنا نستطيع أن نشيل حوالي 99% من الماء الموجود داخل المنتج الغذائي، في نفس الوقت قاعدين احنا نحافظ على تقريبا ما يعادل 98% من الفيتامينات والنوتريشنز اللي موجودة داخل الوجبة أو داخل المادة الغذائية. أستاذ مؤيد، يعني السؤال لنا وللمشاهدين، شفنا قبل هالمرة أنه بالطائرات على متن الطائرات الطعم أو الذوق يختلف، هل الكبسة اللي بنعرفها اللي بناكلها ببلادنا العربية بالسعودية خصوصا تختلف أو يختلف طعمها لما تكون بالفضاء، وهل تضيف أكثر ملح مثلا حتى تعادل طعم الكبسة اللي بنعرفها على الأرض؟ صحيح، للأسف أنه محاسة الشم ممكن تتأثر، خاصة في لما على حسب المكان اللي يكون فوق سطح مستوى سطح البحر، فحسب الارتفاع احنا قرينا انه ممكن تتاثر حاسه التذوق بشكل عام، لكن عموما رواد الفضاء يحتاجون في خاصه في الميشنز الطويله هناك يحتاجون الى نوتريشنز معينه، نعم. كمنيو معين انه لازم ما يكون قليل. نعم، على كل حال الرئيس التنفيذي لشركه قطاف مؤيد الجماز كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا، حياك الله.